تحياتي، نموذج تصحيح جديد هو نموذج الرننج فلات. وماذا يعني هذا النموذج؟ بمنتهى البساطة أنا ببقى جاي من اتجاه صاعد بهذا الشكل، وبعد كده بيحصل عندي تصحيح اللي هو الـ ABC اللي احنا معتمدين عليه. أين هو الـ ABC؟ بنزل الضلع A، الضلع B بيطلع يكسر آخر قمة متشكلة على عكس regular flat، والضلع C ما بيكسرش القاع، بيبقى بالشكل ده بمنتهى البساطة. يعني أنا الضلع آخر قمة متشكلة بيطلع الضلع B يكسرها وبيعمل كسر وهمي، والضلع C ما بيكسرش آخر قاع متشكل اللي هو الضلع A. وهنا ده الاختلاف عن الريجلر فلات. الريجلر فلات ما بيكسرش اخر قمه وبينزل يكسر اخر قاع، هنا لا العكس، بنطلع نعمل كسر وهمي في الحته دي، ده بيبقى كسر وهمي بيوهمك ان انت خلاص دخلت على ترند صاعد، ومره واحده تلاقي حصل انعكاس في السعر وحصلت موجه سي، وتقريبا بيبقى انعكس السعر بشكل كبير قوي. لكن اللي بيبقى مفيد في ده لو انت حطيت الستوب عند قاع ايه، فما بيكسرش قاع ايه وبيستمر في اتجاه صاعد بعد كده، وبمنتهى البساطة بيكون التصحيح. ومنتهى البساطة تلاقي اتعملت A B C وكملت الاتجاه الصاعد. ده بمنتهى البساطة نموذج running flat. طيب ده موجود فين؟ لو احنا شفنا مؤشر اللي هو بتاع الدولار، لو احنا رحنا ببساطة وجبنا التصحيح بتاعنا، احنا صعدنا الموجة A، الموجة B عملت كسر وهمي، والموجة C حصل ايه؟ ما كسرتش اخر قمة. ده نموذج بمنتهى البساطة، ده نموذج الرننج فلات. الرننج فلات عيبه ايه؟ ان انت ممكن بتفضل قاعد منتظر ان تفضل يكسر، يحصل كسر للقاع اخر قاع متشكل، او هنا لو احنا في اتجاه هابط اخر قمه متشكله، لكن ده ما بيحصلش، فبالتالي بيحصل انعكاس في السعر. بتتاكد من الانعكاس ده ان خلاص واضح او ان حصل انعكاس في السعر، واندكس الدولار بمنتهى البساطه احنا رايحين حصل 1 2 3 تراجعوا ب4 قبل تكمله اتجاه الهابط 5، وده بمنتهى البساطه نموذج رانينج فلات. طيب هل في ارشادات تانية للرننج فلات؟ اعتقد انه مبقاش في اي حاجة اكتر من كده. يعني هو الفكرة كلها ان انت بتفضل تتابع بشكل مستمر الحركة بتاعته. بس الرننج فلات ليه عيب بقى مهم جدا؟ الرننج فلات ده ممكن في اي لحظة تدخل من الضلع سي يقوم قالب اكسبند اللي هو فلات متسع، فعلشان كده بنفضل قاعدين منتظرين ان يحصل حركة محترمة هنا ويحصل صعود زي ما حصل هنا. احنا كل ده لما حصل الحركة دي كلنا كنا مستنين، قلنا ممكن يكون تكملة لسه هيكمل، او ده 1 2 3 4 5، لكن طبعا حصل انعكاس كان واضح هنا، وحصل اخبار جت سلبية على الدولار فعكست الاتجاه. ده بمنتهى البساطة نموذج الرننج فلات، اتمنى يكون واضح.